كتير حلو الموضوع اللي مختارت لنا اياه نادية اليوم. كيف رهف صوالحة؟ عظيم جدا. حبيتي رهف؟ حبيته اه طبعا. ليش رسمي؟ ليش ناديني باسم العيلة؟ احمد الزعبي، نادي الزعبي. شوفوا اليوم الموضوع اللي بعته لرهف موضوع ضروري اساسي كتير مهم. كل الصبايا اللي عم بيسمعونا اتركي اي اشي بايدك وركزي، سواء عم تسمعي او عم بتشوفينا على شاشة عمان تي في. اليوم رح نعطيكم علامات تدل انك بطلتي تحبي. انا والله الرجال اللي لازم يسمعوا. ما بقول لك انا يعني ما هالحكي لك يا كنا اسمعي يا مين. يا جارة. علامات اذا صارت عندك ثلاثة منها، تنتين منها، اذا صارت اول واحدة اعرفي انه في الباي باي. ايوه مش معايا في الجاي، اشوفك الصيف اللي جاي بس. طيب هلأ ثمان علامات تفعلها المرأة حين تتوقف عن حب الرجل. أول علامة، المرأة لما بتحب بتهتم بكل التفاصيل. لما تبدأ هذه المرأة تتوقف عن الاهتمام بتفاصيل حياتك، اعرف إنه شعورها تجاهك تغير. هاي ساين، يعني موضوع الاهتمام ما بحس فيه. وعلى فكرة تنطبق على الجنسين، حتى الرجل إذا كان بيهتم وبطل يهتم معناته he's out of love. بالضبط. شوفوا بدي أحكي لكم شغلة، انغماس كل طرف من الأطراف في عالمه الخاص هو إنذار خطر. صح. لا يعني بأنكما كزوجين تتشاركين نفس السرير أنه أنتوا علاقتكم الزوجية منيحة. ليش؟ بداية انتهاء العلاقة تكونوا أنت قاعدة على طرف التخت وعلى طرف التخت، كل واحد متقوقع على نفسه، أنت غايصة بعالمك الخاص، فتحتي هالإنستغرام شفتي صور صحباتك، بعتي على الجروب وين بكرة بدنا نطلع، يعني لنفرض، أو صح. مهتمة ومنشغلة بأمور الأولاد وهو عم بيشوف بكرة القدم إمتى المباراة الفلانية وكذا. هناك بعض الإنذارات اللي للأسف إحنا نتجاهلها إرادياً. إحنا بيكون هذا حس قلبك، بيكون قال لك يا بنت الناس، صح يا بنت الناس في أعراض انسحابية أنت بتنكري. ليش؟ ما ندري. لا أدري وين رايحين؟ ما أدري. هلا أنت بتنكري، ممكن طبعا أكيد كل شخص عنده ظروفه الخاصة، إحنا مش جايين نحكم على العلاقات بالنهاية، أنت أعمل اللي بيناسبك، بس إحنا عم نقول لك في بعض الآثار اللي ممكن أن يتم إصلاحها. بالضبط، ممكن أن يتم إصلاحها قبل ما يفوت الأوان. بس إذا توقف الحب ما برجع. طبعا أنا هاي مؤمنة فيها. بس بتعرفي شو هون بس تعليقا على هاي النقطة، هلأ إحنا بنعرف إنه الروتين بيدخل لأي علاقة زوجية، وبنعرف إنه الملل بيدخل لأي علاقة زوجية، وبيكون في حب كبير وبيكون في اهتمام كبير، ومشاغل الحياة بتدخل أيضا بتاخد بتسرق من بريق هذا الحب. ولكن إذا ضلينا نشوف أعراض وسكتنا ولفينا وجهنا بتتراكم وبتصير جدار. أيوة. في أمور لما بتنكسر صعب تتصلح، فقبل ما يفوت الأوان انتبهوا لهاي الإشارات والإنذارات عشان تقدروا تصلحوها، عشان تقدروا ترجعوا تقربوا من بعض. لأنه إذا بعدتوا وتراكم هذا الحكي صعب جدا ترجعوا تلتقوا بنقطة الوسط. حتى بعدين الجدار ممكن أولها يكون جدار رملي، يعني نعمل له هيك يسحل، بس لقدام بيصير جدار اسمنتي. وجدار الاسمنت ما حد بيقدر يهده. هلا شوفوا فخورة فيكي. المرأة تختلف عن الرجل لما بتكون بتحب. لما بتكون بتحب بتحب هواياتك، بتحب ناسك، بتحب أهلك، بتحب كل موضوع بهمك. يعني إذا أنت بتحب كرة القدم بتلاقيها صارت دارسة عن تاريخ برشلونة وريال مدريد وتشلسي وكل يعني كل شيء. مثلا ممكن تشتري هي لبس لإلها خاص عشان أنت مثلا تعجب فيها كمان. فزي ما بتروح لهداك الإكستريم، لما تبدأ تبطل تهتم بهواياتك تصير تنتقدك. يعني يلي زمان أنا كنت حياتك، شلتي زمان من ليه من حساباتك. زمان بتكون يي اليوم في مباراة، يي اليوم مثلا ممثلك المفضل منزل فيلم، مثلا يي اليوم بدك تجرب الشاورما الفلانية. فجأة بتصير هاي ست تكره كل إشي هو بحبه. ما بطيق. مثلا بدنا نروح نعمل هيك، لا ما بدي. هون هي بطلت تحط مجهود. بالضبط. لما تبطلي تحطي افورت اعرف انه خلص، يعني يو لوست ات. هلا شوفوا بدي اقول لكم شغله، مره رجل انفصل عن زوجته فعم بيقول انا انفصلت عنها لانها بطلت تحبني. سالوه قالوا له طب كيف انت يعني كيف استنتجت هذا الاستنتاج الغريب انها بطلت تحبك؟ قال عمرها ما كانت تتعشى الا تستناني. صح. قالوا له طيب يعني هل هذا مؤشر كافي؟ قال لهم طبعا، كانت لما أوصل تسخن الأكل وتقعد وناكل ونتحدث ونبرم، انقطع الحوار، انقطع الحديث، انقطعت المائدة، انقطع التواصل، بطلت تستناه يرجع
على البيت تكون هي نايمة أو مشغولة بالولاد كأولوية أولى ووحيدة وحصرية، فبقول لك بطلت تحبني. على كل حال احنا بس بعيدا عن هذا الموضوع، بتول عبد الله عم بتشوفنا حبيبة قلبي، يسعد صباحها، أحلى بتول بالعالم، بنحبك كثير واشتقنا لك حبيبتي. اليوم عم نحكي عن علامات تدل بأنه المرأة توقفت عن حبك أو عن الاهتمام فيك، وحكينا عن عدة إشارات، منها ممكن تكون بسيطة ومنها ممكن تكون عميقة، ولكن بالمجمل المرأة بيبين عليها لما تبطل تحب الشخص اللي معاها. اللي أنا بدي أقوله بعيداً عن العلامات بأنه ما في ست بتبطل تحب رجل لأنه هي مزاجية أو لأنه خطر عبالها أو لأنه صحيت الصبح وقررت تبطل تحبك. الست بتبطل تحبك لما أنت أصلاً تكون مش عارف تحبها ومش عارف تهتم فيها ومش عارف تكون أمانها وسندها وأخوها وأبوها والداعم لإلها. فالست ما بتبطل تحب بدون سبب. ما عم بحكي إنه الحق عليك كرجل، ولكن مرات ظروف الحياة وظروفك وإهمالك لهاي المرأة اعتقاداً منك بأنه هي عمرها ما رح تتركك وعمرها ما رح تبطل تحبك هو رهان خاطئ. ولا بتقلي بيضة، هاي عبارة بنسمعها، عبارة تهكمية من بعض الرجال لما أنت تتهددي وتتوعدي. أيوة. والله بقول لك ولا بتقلي بيضة، اثبتي له إنه أنت بتعملي بيض بروشت، اعملي أوملت، اعملي أوملت عشان يستوعب، عشان يفهم مرت عمي. لا الفكرة إحنا طبعا أكيد ضد إنه توصل الأمور يعني إلى طريق للأوملت والفتور، يعني لدرجة إنه أنت تعملي بيض عيون. بس يعني الفكرة حاولي إنك تصلح الأمور وحاولي إنك تحكي فيها. أنا دائما بنظري لها في الحوار، الحوار لغة العيون لازم تضلها موجودة بين 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 الأزواج. مثلا أنا كتير بحب لما الست تقول لي بفهمني من عيني، طبعا بفهمه من نظرة عيني، بحس فيي. من واحدة من العلامات الصعبة يا جماعة لما الست تصير تنام بغرفة الأولاد تعذرا بأنه الطفل مريض عنده إنفلونزا، بحلم كوابيس، حرام ديش أخليه لحاله. أو الرجل يقول لك أنا تغير موعد نومي، كنت أنام على 11 صرت أنام على 1 عشانك، بديش أقلق راحتك، بنام برا. إذا كان هذا السلوك مستمر اعرفوا أنه في مؤشر خطير جدا. صح. وبالنهاية يعني اللي دائما بنحكيه بأنه إذا ظهرت في أي علامات برود بين الزوجين مش بالضرورة تعني بأنه الانفصال حصل أو الطلاق حصل. ممكن تكون علامات على أنكم عم بتعيشوا مرحلة انتقالية. صح. مرحلة ممكن العودة منها، يعني طريق العودة مش مستحيل، ولكن بدنا نحكي وبدنا نقعد وبدنا نكون جديين وبدنا نحط مجهود جدي بهاي العلاقة عشان ترجع كما كانت أو تأخذ صورة حلوة جديدة. أنا معك 100%. أنا اللي بدي أقوله في نظرية كتير كتير أنا مؤمنة فيها، بقول لك لا تحب بعمق إلا حين تتأكد أن الطرف الآخر يحبك بنفس العمق، لأن عمق حبك اليوم هو عمق جرحك بكرة. صح.